بس انت مرة كنت مستضيفينك زمان واتكلمت على اصحابك علي الحجار وعمر فتحي ونسيت تجيب سيرة محمد منير. ما هو شتمني. لا صحيح بجد؟ والله شتمني. ازاي؟ والله لقيته على تليفون العربية. اصل انا هو الموضوع لما يعني بقعد مثلا مع حضرتك مثلا فبتكلم بتكلميني على الطرب الاصيل. منير بره الحته دي. منير ده لون لوحده، حاجه مختلفه، حاجه مختلفه. صحيح. جدا. فكنت اقول هاني مثلا وعلي او ومدحت صالح وانا او ايه، احنا الاربعه يعني. فمره لقيت تليفون العربيه عندي بيرن، ايام ما كان عندي عربيه. وايام ما كان عندك تليفون؟ لا، لما كان لسه في تليفون العربيه. يعني قصدي يعني ما كانش موبايل لسه. ما هو لسه في جيل بقى بيتفرج على فكره ما يعرفش اختراع تليفون العربيه ده. لا ده كان موجود، ده كان الناس اللي يعني اغنى الاغنياء، الناس الواصله بس هي اللي يبقى عندها تليفون جوه العربيه، ده يبقى حد ما حصلش قبل الموبايلات. فلقيته بقى قال يعني خلاص، لا سلم عليا ولا حاجه. خلاص انتوا الاربعه اللي ماسكين لواء الغناء العربي يعني الخلفاء الراشدين. وراح شاتم وقال لي طب اعتبرني بلال يا اخي. بجد مش بهزار، زعلان بجد. زعلان جدا. ورحت مكلم علي، انا بقيت ابكي من صوته، من الضحك اللي عمل فيا كده. فانا مش عايز اقول لك قال لي ايه. طبعا لا بلاش، ما ينفعش. لا ما ينفعش. محمد منير في حالات الغضب ما ينفعش. لا لا لا، واطيب حاجه تشوفيها يعني. فلا كلمت علي الحجار ورحت واخده ورايحين للبيت. رحنا لمنير البيت عشان نخلص من القصه دي يعني. ونصالحه. طيب خطوه كده طبعا. واخد وقت كتير على مصالحه. فهمته بقى. لا هو ما بيفهمش. بس خلاص بقى هدي وخلاص بقى جميل بقى. وقال لازم اعمل له كان نسكافيه بنفسي. طبعا. فكرني بقى، هو التليفون اللي كان في العربيه ده كان بتبقى نمر وزي الارضي ولا كان بتبقى، فكرني كده بالخيال. زي الموبايلات يعني. انا كنت ايه 010 21 20 60، مش قادر انساها. والحراره يعني موجوده في التليفون والعربيه دايره ولا بعد ربع ساعه ما فيش حراره؟ كنا كل ما نمشي في حته كده بعد شويه ما فيش اي حراره ولا في اي حاجه، هي منظره. لا يعني التليفون العربيه ده كان شغال يشتغل في الاول اول ما العربيه تدور، ولا ممكن تستخدمه العربيه واقفه؟ واقفه عادي. معلش ما انا مش فاكره انا يعني. لا عادي يعني. قالوا لي انه كان في موبايل في العربيه، وكان حاجه مش موبايل، تليفون في العربيه، بس عمري ما فهمت التكنيكاليتي بتاعها. لا لا لا، هو تليفون يعني عده كده. وتمسكيه يعني تشيليه كده وبعدين تطلبي من ظهره. وتتكلم. والاريال بتاعه او الانتنه او كان في العربيه معموله من بره. أو في ظهر العربيه او زي الراديو بتاع زمان. زي الراديو على فكره. كنت وجيه بقى، وبعد شويه ما تلاقيش بقى والتليفون وجاهه يعني. كان فيه لسه فلوس. ربنا يزيد ويبارك.